السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. عنواننا لليوم المناكير الملحي الكريستالي، واللي هنستخدم فيه الملح للحصول على تصميم مميز. طبعا هنحضر الأظافر باللون الأبيض أو باللون اللؤلؤي حسب الرغبة. طبعا مش بالضرورة أنها تكون الطبقة سميكة كثير، لأنه أصلا هنغلفها بطبقة من الملح. وكالعادة هنضع طبقة من المناكير الشفاف حتى نقوم بلصق الملح عليه. هنكرر العملية على باقي الأظافر وبنفس الطريقة.